متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة الثقافة، والذي سنتوقف فيه عند تفصيل طريف وهو دعاء السلطانة خورم على الشاه تهماس في إحدى خطاباتها. لكن قبل أن نبدأ، إذا كنت تشاهدنا لأول مرة، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع من قد يهمه هذا الموضوع. مصدر هذا الفيديو كما تعودنا في هذه الفترة الأخيرة هو كتاب السلطانتان خورم ومهرماه، قرينة القانون وسليلته، حيث ذكر الكاتب أن السلطانة خورم قد دعت على الشاه تهمس بأن يخسف به كما خسف بقارون. فأثناء الفترة التي مكثها السلطان في حلب، لم تكن تتأخر عنه خطابات خورم المشبعة بالدعاء له وتمنيات الشفاء. وها هي السلطانة خورم تناجي من جديد السلطان الحبيب، فتكتب له قائلة: سلطاني، كيف مزاجكم الشريف المبارك وهامتكم المباركة وقدميكم الطاهرتين وجوارحكم جميعها؟ أتمنى أن تكون بإذن الله في خير وصحة وعافية. إن كل طلبي من الباري هو أن يتكرم ويصون ذاتك الشريفة من كل الأخطار والبلايا، وأن يجعلك على الدوام في حفظه ورعايته، أطال الله عمرك مثل نوح عليه السلام. تتابع السلطانة في خطابها شرح ما بها من ألم الفراق ونار الحسرة: سلطاني المبجل، يا نور عيني وسلوان قلبي، يا منبع حسرتي التي أصبحت تفوق الكون كله جراء البعد عنك، لقد احترق كبدي من الألم والحسرة، وتدفقت الدموع من عيني كالسيل من وجع الفراق. وتستطيل السلطانة خورم في وصف حبها واشتياقها، ثم تنقل للسلطان بعض المعلومات: سلطاني العزيز، لقد حدثت جلبة في المدينة عندما أشيع أن البشير قادم، وأخذ الناس يستعدون لتزيين المدينة ينتظرون دخول البشير، في الوقت الذي تعسكر فيه يا سلطان العزيز بقواتك في حلب. ولما لم يقبض على أي من ذوي الرؤوس الحمراء وتقصد الصفويين، فلن يكون هناك أي جديد على الساحة، ومن ثم فإن قدوم البشير لن يفرح أحدا، بل قد تحوم الشائعات. ترى أيأتي البشير ليخبر بأن حضرة السلطان سيقضي الشتاء في حلب؟ وتقصد السلطانة خورم بالبشير المرسال الذي يرسله السلطان عادة ليبشر بالنصر أو بالفتح. ثم تنهي السلطانة خورم خطابها بالدعاء على الشاه تهمس كالتالي: أسأل الله تعالى يا سلطاني أن يقضي على هذا الملعون في أقرب وقت، ويهلكه ويجعل عاقبته كعاقبة قارون. هكذا كان خطاب السلطانة إلى سلطانها في حلب، مزيجا بين الحب والاشتياق ونقل المعلومات والدعوة له والدعوة على عدوه. أتمنى أعزائي أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.